اهلا وسهلا شباب، معكم باري في فيديو جديد والبارت الثاني في مباراة الفاينل اللي صار في الدوري التجريبي على مستوى ليبيا في شهر رمضان المبارك. طبعا مباراة الفاينل كانت ما بين فريقين السلايرز ريدز والواي اب. طبعا اول مباراة في الدومينيشن تمت لصالح فريق الريدز او السلايرز ريدز، تاني مباراة كانت سيرش اند دستروي شفناها امس، نزلنا الفيديو تلقوه في القناة اللي ما شافهاش، كانت مباراة حلوة نوعا ما، ربحوا فيها حتى هم الريد 6-2 لفريق الالواي اب. هذه ثالث مباراة، طبعا هي على ثلاثة، اللي يربح ثلاثة مباريات يعني يربح بالفاينل. ثالث مباراة في مود اسمه البليتس، المود هذا عبارة على انك تمشي لمناطق الخصم زي ما تشوفوا، عندك الازرق اللي هو ديفنت منطقتك انت، والحمراء اللي هي الجول منطقة الخصم وتدير فيها كابتشر. يعني المود هذا وما في انك انت تقدم 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 فقط، يعني من الغباء انك انت تقعد موخر او انك انت تقعد مداير كامب او انك انت تقعد يعني ما تساعدش فريقك ولا كابتشر. نشوفوا اول هدا او اول طلعه او اول هجمه من مدتر، ودار اول كل لقطه جميله منه مدتر زي ما شفناه في السيرش اند دستروي، يلعب مليح. وهذه ثاني قتله لي مدتر قتل بها انس، ويزيد يقدم او قتل بها سيرجيو عفوا، يحاول انه يقدم لي السبون بتاع الفريق الثاني، يلعب بسلاح الامطار، ما شاف حد هنا يدير دوره كاملة. ترى ندير الدورة عليه من اللي دار كابتشر، دار كابتشر اعتقد نونيم، نونيم واحمد حاليا داروا اول كابتشر للفريق، لقطة جميلة. لكن نونيم مات، ونشوفه تو مدتر شن صاير فيه، علي يحاول انه يقدم، هل يدير كابتشر؟ ودار كابتشر، اوه اربعة كابتشر في اقل من دقيقة، يعني وقت قصير دار في اربع كابتشر. يعني شو نقول لكم، مش عارف يعني قاعدين ما بديناش المباراه، يعني قاعدين ما نعرفوش مين اللي حيربح، ولو انه يعني اربع كابتشر سريعه لكن مازال المباراه مازال. فهذا احمد ويدير الكابتشر الخامسه، مازال ما شفناش رد من الواي اب، يمكن نشوفه رد بعدين. نونيم يشوف هل في حد في المنطقه نتاعه، حاس انه في حد، وهذا هو، وقلت لصالح يحاول انه يدير كابتشر. نونيم يسكر الباب القدامي، قريب دار كابتشر سراج، لكن قلت له احمد يحاول سراج وصالح زي ما شفنا بالتبادل انه يديروا كابتشر، لكن مازال فريق الريدز لحد الان منظمين. نشوف علي نوعا ما قاتل خمسة، ميت اثنين، عنده زوز كابتشر، يسمع ما يسمع ان الباب نفتح، اعرف ان في حد بيركب له من فوق، وهذا الاول قلت له، لكن الثاني اقتل عليه اللي هو انس، مش متاكد طبعا عليه ان في زوز، يحسبها ان في واحد فقط، فما تنشوفوا ترا سكور بورد عليه السريع، نونيم قاتل سبعه، عنده زوز كابتشر، عليه عنده زوز كابتشر، كذلك احمد عنده ثلاثه كابتشر، ومدتر كابتشر واحده، الفريق الثاني لحد الان ولا واحد منهم دار كابتشر، وصالح اول لاعب في فريق الالواي اب يدير كابتشر. جميله من صالح، صالح نوعا ما لعب كويس لحد الان، يحاول انه يمشي من جهه اليمين اندر جراوند، شاف واحد الفوق باش يتسرع ويضربه، لكن قلت لصاحبه يحاول انه ينزل من الاندر جراوند. صالح شوفوا صالح، هذا سراج يحاول حتى هو يدير كابتشر، انس مش عارف شنو يدير حقيقه، لقطة غبية انك انت تقعد هنا وراقد، حيجوا يقتلوك ويديروا كابتشر. زي ما قلنا معروفة يعني هذه هيك، والله ان شاء الله يعني يدارك الموقف ومعاش يعاود الغلطة بتاعته، وتكون في منافسة احسن للمباراة. صالح يدير تاني كابتشر، وسراج يدير كابتشر، يا سلام عليك يا سلام عليك يا سراج، وهذا عليه، الله والله مباراة حلوة لحد الآن. شفتوا يعني لقطة جميلة جدا من علي، اقتل ودار كابتشر، لكن قلت له لكن جيت متأخر القتلة ودار كابتشر، فلحد الآن 10-3. سراج يركب الفوق، لقطة جميلة من سراج، هل يدير كابتشر؟ يقدم شوية ودار كابتشر، يا سلام عليك يا سراج. سراج وصالح لحد الآن هم اللاعبين الوحيدين اللي لعبوا كويس في الالواي اب. نشوفوا باقي المباراة شنو بيصير فيها، نشوفوا مدتر هل يدير كابتشر، ودار كابتشر، يعني شوفوا يعني شوفوا الذكاء من مدتر، شاف واحد قدامه ما باش قلت له ودار كابتشر. هذا يعطيك معنى ويعطيك درس ان الأهم انك انت تربح فريقك، ومش انك انت تقتل
على غرار يعني الفريق الثاني نجحوا في واحدين انه يحاولوا انه يقتلوا بس لكن ما يدروش في كبشر، وهذا غلط وهذا حيخص يخسر فريقها لو يقعدوا. وبيناتنا المباراة يعني لو يقعد الليجند اسماعيل وانس عليه الحل هذا يحاولوا انه يقتلوا وما يديروش كبشر حيخسروا. ما فيش حاجة اسمها ديفند في البليتس، ما فيش حاجة اسمها ديفند، ما فيش حاجة اقعد في مكانك انت. اوه نونيا مقتل اسماعيل، لقطة حلوة. نشوف في اخر الثواني شنو يدير محمد، لقطة جميلة منه، أول قتلة هل يدير كابتشر؟ يراجع 3 ثواني ودار تاني كل. الله الله يا سلام يا سلام، جماعة في ستريم كلها تصيح عجبتها اللقطة منه نام، يعني تعتبر أو أقوى لقطة في أول راوند، لقطة جميلة منه نام، يعني دار زوز قتلات والثالثة دارها ودار من فوقها كابتشر، يعني ما فيش يعني لقطة أروع من هيكي صراحة. ومازال آخر ثواني نونيم هل يدير قتلة ثانية؟ ولكن عليه هو اللي قتل آخر قتلة فاينل كل كام، يعني راوند ولا في الخيال، 16 كابتشر، 16 كابتشر في أول راوند، يعني مش رقم سهل هذا، يعني من المعتاد إن تكون 7 8 كابتشر لما تبدأ، وكان مباراة أقوى مرات تكون 3 بس ولا 2 بس من كل فريق، لكن يعني لحد الآن مستوى ماهوش متساوي. نشوف الفريق الثاني سراج بس يلعب وصالح بس، يعني 3 كابتشر من سراج وزوز كابتشر من صالح، لكن مازال المباراة ما نندروش. مرات يعني الليجند اسماعيل وانس عندهم رأي تاني، مرات يقلبوا الموازين في الراوند التاني، ما نتسرعوا في الحكم، نشوف الراوند التاني شن بيصير. خلينا عليه نونيم، نونيم اللي لعب يعني مباراة قوية في الشوط الأول. نشوف سكور بورد على السريع، أحمد قاتل طبعا مش هنتكلم على القتل لأن ما هيش بالقتل، هي أحمد مدير 5 كابتشر، علي 4 كابتشر، نونيم 4 كابتشر، مدتر 3 كابتشر، يعني مستوى متساوي ما بين. طبعا للعلم مدتر يمكن يكون مستواه نوعا ما منخفض لأن زي ما عارفين يسكن في كندا، كندا بعيدة على الهوست، وهذا نظام الكول اوف ديوتي، لما يكون الهوست بعيد عليك حتكون عندك لاج نوعا ما، مش زي يعني باقي اللاعبين اللي بليبيا او مصر او تونس يكون يعني عندهم النت كويس احسن من لما واحد يكون عايش في كندا او امريكا. فبالنسبة للفريق الثاني عندك سراج 3 كابتشر وصالح 3 كابتشر، حتى هو دار الكابتشر الثالثة، واعتقد ان المباراة حتزيد تسخن. مدتر يحاول انه يشوف الكروس، هل في حد يخطم ويدير كروس للماب؟ نوعا ما ديفند لكن في منتصف الميدان، لقطة جميلة، ديفند جميل، يحاول انه يحاصر الفريق الخصم، لكن لحد الان ما فيش حد قدم، صحابه قايمين بالواجب. يقدم مدتر في واحد وراه ما شافش شي، يحاول انه يركم الفوق. مدتر من افضل اللاعبين الليبيين في السيرش ديستروي زي ما نعرفوهم، قبل بلاء حسنا نوعا ما في البليتس مود، هل يدير كابتشر؟ ودار قتله، لكن جاي صالح وقتله من الفوق، صالح دار ريفنج لنفسه لانه عارف انه مدتر قاعد الفوق، فجاي وقتله. لقطه جميله من صالح، صالح نشوفه صالح، هذا مدتر طلع من جديد في قدامه واحد وقتله، لقطه جميله. مازال في واحد تاني اللي يقدم، لكن قلت له صالح دار ريفنج، يعني مباراة نوعا ما ما بين صالح ومدتر يقتلوا في بعضهم من بكرة نشوفوا فيهم. نونام يحاول انه يدير ريفنج ودار ريفنج لصاحبه، يحاول نونام انه يقدم اللي صار ويديروا سباون تراب، يعني يشوفوا في الخريطة كيف انه صايرة سباون تراب للفريق الثاني، مش قادرين انه يطلعوا من مناطقهم. يعني لقطة يعني أكثر من رائعة، فريق منظم صراحة، و 19 كابتشر لفريق الريدز حتى الآن، و7 كابتشر للفريق الثاني. سراج يدير 4 كابتشر، حلو من سراج، يعني سراج نوعا ما مداير مجهود حلو يشكر عليه. كذلك صالح 3 كابتشر، صالح قتل 13 و114، وهذا معدل قوي جدا ضد فريق منظم زي الريدز، وضد فريق قوي زي الريدز ومنظمين زي ما تشوفوا، لكن انك انت تجيب فيهم 13 قتله وتدير فيهم 3 كابتشر وسيراج 4 كابتشر هذا يعني يعتبر مستوى كويس. لكن الاربعه ضد اربعه تبي اربعه كاملين، اربعه متفاهمين، مش زوز شوفوا زياده يعني رقدي. بالله هذا شنو يعني، هذا يعني يعني مع احترامي وقصدي وعرفكم انتم هيك ولا هيك، يعني زي اسماعيل زي انس يكرهوني، لكن قصدي كلمه الحق تنقال، ما تجيش تقعد انت راقد في مكانك، ما تساعدش فريقك، لازم تقدم بوش بوش قدام، تقدم تقدم تقدم، ما توقفش ما توقفش. هذه البليتس، هذه البليتس انا يعني نقول فهر اصحابي في كلان الريدز، يعني غلط ان واحد يقعد واقف
غلط ان واحد يقعد واقف. شوفوا الريدز ما فيش حد واقف فيهم، مقدمين مقدمين مقدمين، يعني هذا اللعب الصح. قدم، حاول انك انت تقدم. علاش؟ لان كل ما انت تقدم وتكون مثلا في منتصف الميدان، الفريق الثاني لما حد يموت ويدير ريسبون يده متاخر هلبا، فانت تحكم عليه انك انت تدير له حشر زي ما يقولوا الخليجيين او سبون تراب. شوفوا تو انه نيم هذا وخر. علاش؟ لان يبين انه عارف انه في حد وراه، وفي حد وراه اللي هو سراج يحاول يدير كابتشر وقتله وبعدين ولا، يعني شوف كيف يقدمه القدام. هذا يعني اللعب الاحترافي. ما تقعدش انك انت مكبر لي في امكانك انت في فريق يعني بعيد عليه مناطق الخصم، تحاول انك انت تدير كيلز. يعني زي ما نشوف الفريق الثاني في واحد مدير 17 كيل ومش مدير ولا كابتشر، ايش الفائده؟ شين الفائده؟ درت 17 ولا 30 ولا 40 ومخسر فريقك، مش معقوله يعني مباراه كامله ولا كابتشر. ما تقولش ان ديفند، ما فيهاش ديفند، هي حتخسر فريقك انت. فمش عارف يعني، اعتقد ان في من الناس تحاول انها تطلع بصوره كيدي فقط من الجيم، وهذا يعني حيخسر وحيخسر فريقه طبعا. فزي ما نشوفه اخيرا انس دار كابتشر، اخيرا الباين ان في من كلمه من صحابه سراج ولا صالح، نسمع في صالح وسراج يعيطوا في الجيم، يقولوا لهم اطلعوا قدموا ديروا كابتشر. فنتمنى ولو انه يعني في 15 ثانيه، اعتقد انه يعني خلاص تمت المباراه. يعني 23 كابتشر من الريدز، ما فيش يعني مستوى نوعا ما مش عارف. لكن يعني بالنسبه صالح سراج داروا اللي عليهم، ابدع احمد اعتقد انه هو مان اوف ذا ماتش، وكذلك علي اكثر حد دار كيلز حوالي يعني 26 كيلز. يا سلام عليك. هذه يعني المباراه الثالثه، تم الفاينل، ربح الريدز على الكلانات الليبيه نوعا ما. كانت في يعني نقولوا انه في كويسه يعني منافسه، نتمنى نشوف منافسه اكثر. شكرا لكم يا شباب على المشاهده، نلتقي في فيديو اخر ومع السلامه.